كاين واحد الاستثناء ديال واحد البلاصه ديال العمرانيه اللي غنصوبها ديال الرياض بالنسبه لجوج واحد كانوا مازال ما دارهمش غادي ديرهم العمران والمسابقي غتكون دراسه من المكتب التقني لجميع الازقه اللي هي متضرره وغادي نحاولوا ندخلوا مع حتى الاخوان غنعطيهم فرصه انهم يجيبوا الازقه اللي هي متضرره وغنديروا واحد الدراسه شموليه على ديك الازقه اللي هي متضرره اكثر غنبداو ب 100% ونبقاو هابطين ما نجيوش نحطوا واحد الدرب فيه 50% ونبداو به هو الاول نبداو بالازقه اللي هي متضرره 100% راه حنا الاخوان راه داكشي اللي كيتجاب الفيسبوك داكشي راه كنشوفو راه حنا كيحس مزال كنشوفو شي طريق ماشي هي هذيك راه ولكن راه اليد راه مازال ما وصلناش دابا يلاه بدات الخدمه ان شاء الله نتغلبوا على هادشي بالنسبة للمازوت هذا مسألة كل شيء غيمكن يطرحها أنا بعدا لي الشرف أنني جريت بيدي المازوت ديال الجامعة وخا مع بعض الإخوان ديال كيتضرروا الإخوان ديال النواب بعض المرة كيزيدوا من جيبهم هذا زعما شنقول لك راه ما كاينش شي واحد اللي كياخذ المازوط وكيمشي به كيبقى هواه حنا نهار اللي دخلنا درنا واحد الباريل حسبنا على اساس الانسان اللي ساكن في وسط بلدان غيجي للجامعه ويمشي مره في النهار النهار الاول كان المازوط رخيص كنا دايرين 100 درهم للمستشار في الاسبوع راه ما تقدرش تصورها الا قال لي شي واحد شي جامعه كتعطي السياره ديال العمل فيها 100 درهم كاين مستشار كاين موظف يقولها لي فهذا راه مدينة طنجة دارت تحويل ديال 150 مليون غير في المازوط بوحدها 150 مليون اللي دارت التحويل باش دوز القضية ديال هاد الزيادات اللي كاينين والإخوان صابرين معانا كنشكروهم من هاد المنبر المازوط راه مشاتش هاديك 15 مليون كاملة لأن التسيير والأرقام تبعدا حنا فاش كنجيو ناخذو المازوط كناخذو فينيت كنديرو 150000 درهم ديال المازوط ف غير بلاتي لا غير بلاتي غير بلاتي انا جاي لي فينيت كنشريو حنا 150000 درهم كنبداو نعمرو بها لي فاكتور ديال كل شهر انا عندي الديتاي ديال كل شهر راه عندي هنا كل شهر ديال المازوط راه عندي جيبوا لنا باش نوريو للاخوان كيفاش تدبر المازوط هذه الانسان قبل ما يدير حنا كنشريو 150000 خسرنا 10 خسرنا 10 مليون قد دخل 7 مليون ديال فينيس حولناها العام هذا العام هذا ما درناش حنا 150000 درهم درنا 100000 علاش درنا 100000 لحقاش عندنا 50000 الشيطان السنه المفارقه اي باش تعرفوا ان 5 مليون راه ما تمكنتش راه مازال هنا في 2023 حنا في الميزانيه درنا غير 100000 واخا المازوط طالع درنا 100000 كاينه 50000 سكوت ما تبانش للواحد عادي ما تبانش بان راه عندنا 5 مليون كاين انا كنشرح ليك والمهتم العامة انا اللي كنشرح ليك العامة باش يعرفوا على ان راه لي فينيات اللي كيتاخذوا كيتاخذوا كاملين فاش كتشد كدوزو العام الاخر راه حنا في ترشيد النفقات راه على عاتق وراني كنمشي هادشي ديال المازوط حصلت عليه يدي ولا كان شي واحد شي حاجه نجيبو دابا كل كابري ديال اي مستشار ديال اي موظف كنسني فيه بيدي عادي يتعقب وانا هذا العام قلت ياخذ 150 درهم ديال المازوط في السيمانه 150 درهم في السيمانه اللي هي 600 درهم ما كانش حتى كلام كنمشي بها العماله كنمشي لهادي نجي لفاس وكنحاول ما امكن كنجي من داري لهنا ونوقف حتى العشيه عاد نمشي بها ما كتطلبش ما قلت لها كتطلب انا
وحتى الاخوان راه حنا تنهضروا معاهم الحمد لله كيسمعوا لنا. راه الاخوان اللي خاطرين السيارات ماشي بزاف، كاين جوج سيارات ولا ثلاثه كيتخدموا في المصالح. زعما ما نكونوش كاع زعما نطوضوا كما قال السلطان، ولكن هذا انا اعتز به قدام الداخليه وقدام المجلس وقدام المواطن، انني حرصت على جميع المصارف، انني نحرص عليها بيدي. ورا الاخوان راه ما كانش رئيس مجلس من الصباح حتى العشيه في الجامعه، لانني انا سمحت كاع شغالاتي بس لهذا الشان. لان فاش كنا كنديروا الانتخابات كنا كنوعدوا الناس، كنوعدوه وخصنا ذاك الوعد نكملوا فيه. ولكن اللي ما وافيش معنا نضرب بالصراحه، ما وافيش معنا الوعد ديالو غير المواطن ماشي ليا انا، راه ما عنده ما يدير لي. لا 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 لا